ايش قالوا لنا ناس بكري للعزيزة؟ ناس بكري قالوا يلا قلل نفسك يفتح راسك. هذه اقل مشاكل اقل مشكله. قال اني ما تخلطش برشا ما تدخلش برشا مع تو مخك يطيح. قد ما نقلوا العلاقات قد ما نكثروا الناس اللي دايرين بينا قد ما نكثروا الاصحاب تكثر المشاكل راهي تكثر المشاكل تكثر الحكايات ويكثر التقلقين وما عادش واحد يفهم روحه ويضيع ساعات حياته الشخصيه. أيوة خاطر عايش. هو لاهي بحكايات اصحابه وحكايات الناس اللي دايرين بيه. كلمه باختصار شديد قلل نفسك يرتاح راسك واكيد ما تخليه كان الناس اللي تقدم بيكم الناس اللي ممكن تلقاهم وقت الشدة. أما الناس اللي على غالب موجودين في حياتك فقط الضحكة ثم ناس قرب ما نجموش نقلوا منهم. لازمنا القراب ليلة العزيزة ما عندنا ما نعملونهم القراب. ربي يفضلكم عزيزكم.